هلو، كيف كون؟ بتمنى تكون بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الميزان للطاقة. رح احكي فيها عن المشاعر، الحبيب، نواياه ونتيجة العلاقة. كذلك رح اتحدث عن مشاعرك انت ونواياك. رح اتحدث كذلك عن العزاب، الناس اللي ما عندهم حبيب بالوقت الحالي وعم ينتظروا قدوم شخص يعني بالمستقبل. رح نشوف إذا هالشهر رح يخبئ لك قدوم شخص جديد بحياتك. وسامحوني كتير لأن تأخرت عليكم. بعرف أنه غلطت معكم، بس سامحوني أرجوكم، لأنه والله عندي كتير مهم بهذا الشهر، يدوب لاقي يعني وقت لأعمل فيديو لإلكم. وكذلك كما عودتكم أن هذه القراءة تقبل أن تكون عكسية، وإذا يعني ما انطبقت القراءة عليك حاول أن تشوف الطالع أو البرج القمري. يعني أنا بنوي على 3 أبراج، برج الشمس والقمري والطالع. حاول تشوف أي فيديو يناسبك أكثر واستمع له. راح أبدأ. ما تنسوا تعملوا لي لايك، سبسكرايب لقناتي وتحطوا لي كومنت. وللناس اللي بدها تتواصل معي بقراءة خاصة تبعت لي على الايميل الموجود بصندوق الوصف. برج الميزان شهر نوفمبر. عم يطلع لي برج الميزان بهذا الشهر كأنه في عودة علاقة من السابق، أو تنوي أو تتمنى أن تعود علاقتكم كيف ما كانت يعني عن قبل. أوكي، لأنه عم شوف أنه في تجدد لعلاقة ما ماتت حاليا. ممكن انت شفت على انه هذه العلاقة انتهت، بس ما عم شوف انتهت ابدا. عم شوف انتظار منك لهذا الشخص، عم شوف كتير افكار عم تجي ببالك، ممكن اوهام بالوقت الحالي عم تجي ببالك. وعم حس انه في انتظار للشريك الثاني. غالبا هذه علاقة يعني علاقة 2 منفصلين، وعم شوف انه الاوضاع يعني ووارد جدا انه في طاقة انتظار وطاقة عودة، لانه the world يعني the world تعني كتير اشياء، ومنه تعني انه العلاقة او العلاقة إذا بنحكي عن العواطف، وإذا بنحكي عن أشياء أخرى إنه ما انتهيت. أوكي، الأشياء السياكل تبعها أو المحور تبعها لساته ما انتهى، لساته في تجدد وفي نوع من سيرورة الأشياء. أوكي، عم شوف كذلك إنه في أو خاصة طاقة الحبيب إنه هذا الإنسان عم يمر بنوع من الأزمات، في أفكار سلبية عم تجي بباله، في أفكار هذا الإنسان مش قادر ينساكن أبدا، لأنه في تعلق وفي تفكير فيك بهذا الوقت. عم يتذكر هذا الإنسان الأوقات اللي قضيتها معه. ممكن تكون علاقة، كانت علاقة طويلة الأمد، كنتوا مع بعض لمدة طويلة وحصل شيء وانتهت هذه العلاقة. أوكي، عم شوف هذا الإنسان كتير مدمر، كتير عنده في أفكار بباله عم تجي بباله، وفي طاقة تعلق لهذا الإنسان. أوكي، عم شوف أنه العلاقة انتهت أنت وهذا الشريك،
ويعني ممكن سبب الخصام شخص كبير بالعمر، وممكن يكون بيشتغل بالبنك، بيشتغل بأشياء تتعلق بالمادة، أو ممكن يكون الوضع المالي أو الوضع المادي هو السبب في خصامكما. أوكي، عم شوف كذلك أنه مشاعرك نحو هذا الإنسان، بدك أنه ترجعوا لبعض، بدك يعني مصالحة، لأنه أنت عم تحس أنه في نوع من الجرح والألم لما بتبعد عن هذا الإنسان، خاصة من طرفك أنت يا برج الميزان. طاقة اللي عم تطلع عندي، لأنه أنا كتير بنسى، أنا شخص بينسى بنسبة كبيرة، بنسى إنه أحكي الطاقات في برج الثور، في يعني برج الأسد، وفي الأبراج الترابية الهوائية، وخاصة الطاقة الهوائية كتير بهذه القراءة، في الأبراج النارية. أما الأبراج المائية ما عم شوفه. أوكي، ما عم شوف في مشاعر حب أو مشاعر حاليا في نوع من الهدنة أنت والشريك. عم شوف لأنه الأبراج الهوائية والطاقة الهوائية عامة تعني المشاكل والأفكار السلبية، وتعني الانتظار، تعني كثير أشياء. أما الطاقة المائية فهي تعبير عن المشاعر والحب والكلام الصافي. بس هذه الطاقة اللي عم تطلع عندي يا برج الميزان في نوع من الخصام كتير، وارد جدا انه في موضوع الخصام بهذه القراءة. عم يطلع كذلك يا برج الميزان على انه الشريك مبتعد عنك، و ممكن هذا الانسان مسافر، بس في مشاعر قوية نحوك. ممكن يكون شخص سرطان. اوكي، عم شوف هذا الانسان عم يفتقدك، في مشاعر حب قوية. هو بيحبك هذا الإنسان بالرغم من كل الخلافات وهذا الخصام أو الابتعاد عنه. عم حس هذا الإنسان عم يحبك وعم ينتظرك، كأنه في ظرف أو في شيء حصل أنت وهذا الشريك خلاكم تبتعدوا عن بعض. أوكي، كذلك عم شوف على أنه انه ما بحب فيك، يعني اوكي. نعم، شوف يا برج الميزان على انه انت ما بتحب فيه. ممكن هذا الإنسان شوي متشائم، شوي ما بيعطيك أمل للعلاقة، ما بيعطيك وجه للعلاقة. أوقات بيكون سليط اللسان، أوقات يعني بتحس حالك أنه تنتظره بس يعني على أي شيء. مثلا للأشخاص اللي بعلاقة طويلة الأمد، وهذا وارد بهذه القراءة، عم شوف على أنه كأنه انتظرت طويلا وبدك خطوة نحو ترسيم العلاقة. اوكي، ما بدك انه تكون بس كلام وحكي وعلاقة، لانه يعني بحس ان العلاقة اخذت وقت طويل. اوكي، ولا هيك انت ممكن هذه الاشياء ما بتحبها فيه، بتحس انه العلاقة اخذت وقت طويل على شو؟ يعني ما عم شوف يعني مستقبل لهذه العلاقة. كذلك عم شوف الاشياء اللي عم تحبها فيه، ممكن بتحب شخصيته هيك، يعني بحسه انا شخص هيك عنده كاريزما عالية، عنده كاريزما او شخصية قوية، رجل هيك. ممكن اوقات بتحسه هذا الرجل اللي كلمته اللي بتمشي، وبتحب انت هالشغلة فيه. هذا للرجال، أما هذا للنساء. أما للرجال عم شوف أنه بتحب فيها قوة شخصية، أنه شخصية قوية وعندها أهداف وعندها أحلام، بتحب عملها كتير، وبتحب أنه تحقق أهدافها لحالها. أوكي، أنت هيك بتحب فيها. كذلك عم شوف يعني
ممكن يا برج الميزان، هو ما بحب فيك على انه انت كل مرة عم يعني تجيب سيرة الزواج، تجيب سيرة الاستقرار. هذا الموضوع هو بالنسبة له يعني كل ما ترجعوا لبعض كل ما هالموضوع يتكرر. هو ما بده هالشغلة، بده انه العلاقة تكون شوي هيك فيها نوع من المرح. بحب فيك كذلك توازنك، انه انت شخص متوازن، شخص هادئ، وانت تمثل توازن عامة يا برج الميزان، انه انت عندك القدرة انه تحكم عقلك وتحكم قلبك. اوكي، لهيك هو يحب فيك هالشغلة كذلك، بس ما بحب فيك تعلقك بالزواج او الاستقرار او انه تعمله، لانه الميزان يعني كذلك القضاء، انه شخص الميزان بحب العدل، بحب انه تكون الاشياء واضحة جدا. انت ما بتحب انه تكون العلاقة تستمر بشيء من الغموض، ما بتحب هيك، وانت تريد منه توضيح. توضيح يعني معنى هذه العلاقة وإلى ماذا تسير. لهيك أنت شوي أخذ الأمور على قلبك. أوكي، ممكن هذا سبب الخصام يا برج الميزان. كذلك نويك أنت حاليا تحس كأنه هذه العلاقة انتهيت، ما في أمل للرجعة، بتحس أنه هذا الإنسان نساك، ما بفكر أنه يرجع لك. كذلك عم شوف على أنه يعني أنت تهتم حاليا بالعمل، وممكن فكرت تبدأ علاقة من غيره. اوكي، تبدأ علاقة مع شخص اخر، ما تنتظر هذا الشخص، لانه عم شوفها انت مليت انه تنتظر يرجع لك، ما عم تشوف رجعة، ما عم تشوف في عودة ولا في صلحة. هو كذلك ما عم شوف نية عودة، عم شوف هذا الشخص كتير عم يفكر فيك وكتير زعلان. اذا هو بينوي انه يرجع لك، عم شوف انه رح تكون الرجعة وبعد خصام وكلام جارح، وخاصة شخصيته عم تطلع بشخصية شخصية قوية، شخصية جارحة لما بتتعصب. وهيك ناوي هو اذا رجع لإلك انه يقول كلام جارح لإلك، او يقول انه انت جرحتني او عملت شيء لم يرضيني انا كشخص. اوكي، العلاقة حاليا عم شوفها، او مستقبل العلاقة عم شوف في طاقة مراقبة، كل واحد عم يراقب الاخر. في يعني بقلبكم ومن طرفك ومن طرفه، هذا الشخص عم شوفه يريد العودة، يريد ان تعودوا لبعض. اوكي، بس ما عم شوف خطوة يعني من اي حدا، انت متراجع، هو كذلك متراجع. اوكي، كل واحد ينتظر من الاخر انه يطلب السماح من الآخر. أوكي، بس عم شوف الوقت الحالي أو الشهر الحالي، بهذا الشهر في طاقة مراقبة وفي نوع من الصمت، عم تراقبه على السوشيال ميديا كذلك هو. عم شوف خاصة للعزاب، هل في قدوم شخص جديد بحياتكم؟ عم شوف الحمد لله إنه في موضوع العملي، في تقدم بالموضوع العملي، عم تشتغلوا على الموضوع العملي، و شوفوا يعني إذا بتسألوا عن قدوم شخص بهذا الوقت ما عم شوف أبدا. أما أنا بشوف أن الموضوع العملي كتير رح يكون في نجاحات. انا يعني عامة يعني بفتح الاوراق على الطاقة العامة، على الطاقة يعني العاطفية، بس اوقات بيطلع لي يعني قراءات يعني او مواضيع عامة. اوكي، ما عم شوف حاليا ابدا في نوع من يعني قدوم شخص. ممكن انت يا خاصة للعزب من برج الميزان، بقلبهم كسرة. اوكي، من الماضي شخص كسر قلبهم،
وعم يهتموا لموضوع العمل أكثر. بس أنا بدي أقول لأشخاص برج الميزان وخاصة العزاب إنه يعني مررت بفترة من التعب ومن الكد ومن العمل ومن الانتظار بدون نتيجة، أوكي؟ ورح وأنا عم شوف إنه في بداية جديدة، بس بداية خير عليكم، خاصة في الموضوع المالي. عم شوف الموضوع العملي والمالي يعني يتحلحل بهذا الوقت، لأنه عم شوف أنه مررت يعني بأيام ليست جيدة، وفي تعب وفي نوع من الكد والعمل، أوكي؟ بس عم شوف أنه رح تتحسن الأوضاع ورح تكون بداية جديدة، بس بداية نحو الخير يا برج الميزان. رح أخذ نصائح لإلكم. بيقول لك انه go outside، يعني اخرج لبرا، لانه كثير ابواب، او بيقول لك انه في ابواب يعني منذ زمن لم تفتح ورح تفتح لإلك. وكذلك عم يقول لك على انه اخرج لبرا عشان يعني تشم هواء، اوكي؟ بيقول لك انه انت منذ زمان وانت غالق ابوابك، ابواب الطاقه لاستقبال طاقه جميله. وبيقول لك انه افتح ذراعيك للطاقه الجديده اللي رح تستقبلها. هذا للعزاب وهذا كذلك حتى للمرتبطين. انا صراحه شفتها للمنفصلين اكثر للمرتبطين. عم شوف على انه لازم تستقبل طاقة جديدة وتفك من هذه العلاقة او من هذه الطاقة السلبية اللي تعرضت لها منذ زمن، اوكي؟ كمان بيقول لك هون بيقول لك انه رح تكون بداية جديدة، هيدو مون سيك، لانه في بدايات جديدة رح تبدأ بحياتك، خاصة للناس العزاب. عم شوف هذه القراءة تنطبق عليهم اكثر. وبيقول لك انه ممكن، خاصه هذه نصيحه للناس المرتبطين او للناس العزاب، انه يهتموا للموضوع الصحي. اذا انتم شفتوا حالكم الموضوع الصحي ما عم تهتموا فيه، لانه عم شوف في طاقات سلبيه كذلك كتير، لانه في الطاقه الهوائيه عم تطلع بكثره، اوكي؟ اهتموا للموضوع الصحي واهتموا لصحتكم اكثر، وما تهتموا لاشياء سلبيه، لانه فتره وتمروا ان شاء الله راح يكون الخير. وكمان هيدي الورقه تطلع لما حدا بيكون حابس حاله بموقع ما بيشوف ابواب، او ما عم يشوف في اشياء او طاقات جديده، عم يشوف بس الاشياء السوداء او الاشياء سلبية بالحياة. لازم تشوفوا او تطلعوا على اشياء جديدة بالحياة، تسكروا ابواب السلبية والطاقات السلبية وتفتحوا طاقتكم للايجابية، اوكي؟ هذا كل شيء بدي اقوله لابراج الميزان. كمان هذا الورق انا فتحت، حاولت افتح يعني نصائح اكثر من التاروت، عم شوف في اشياء ستتحقق ان شاء الله، اوكي؟ في تحقيق للاحلام ان شاء الله لبرج الميزان. بتمنى لكم كل الخير والمسارات، وما تنسوا تعملوا